الشناوي، بس نشوف الشناوي الاول مش على التليفون. لا ما تقلقش ده في معسكر. نروح نشوف الشناوي في اكيد تصريحات وسائل الاعلام يمكن النهارده عقب التدريب. اكيد طبعا المباراه تبقى قويه جدا بينه وبين سياتل، فرقه قويه، واي فرقه بتوصل لكاس العالم الانديه طبعا بيبقوا فرقه قويه كلهم اقوياء. اكيد طبعا احنا بعد الماتش اللي فات خلاص مركزين في الماتش بتاع سياتل، واحنا الحمد لله بنحضر الماتش سياتل كويس جدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتش ونفرح جمهورنا ان شاء الله بالمكسب ان شاء الله. اكيد طبعا احنا بنشتغل مع الجهاز الفني الفتره اليومين اللي فاتوا دول على الفرقه اللي احنا نلعبها، ومجهزين بشكل كويس وبنتفرج عليهم وبنعمل الجهاز الفني بيشتغل على الفرقه، واحنا اللعيبه كلها مركزه واللعيبه كلها بتاخد التعليمات من الجهاز الفني الفتره اللي فاتت، وان شاء الله كلنا مركزين. اهم حاجه التركيز في الملعب، واهم حاجه الروح اللي كانت في الماتش المباراه اللي فاتت دي اهم حاجه، وربنا يكرم كده ان شاء الله ونطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. اكيد طبعا امبارح شكرتهم، اول امبارح شكرتهم، يعني شكرت الجمهور المغربي اللي هو مساندنا الماتش اللي فات. بصراحه انا كنت متفاجئ الجمهور الكبير اللي كان موجود في الملعب الماتش اللي فات، واكيد طبعا يعني مش حاجه غريبه على الشعب المغرب كله، وبشكرهم واللعيبه كلها بتشكرهم بالاداره كله بالنادي الاهلي كله بيشكر الشعب المغرب كله اللي موجود، وان شاء الله يساندنا والماتش الجاي وان شاء الله نعمل ماتش كويس طبعا. وبرضه بشكر الجمهور الاهلي اللي جه حضر الماتش اللي فات، وان شاء الله يساندنا الماتش الجاي وربنا يكرم كده ان شاء الله ونطلع كسبانين الماتش الجاي. اكيد طبعا حسين طبعا لعيب كبير، واللعيبه كلها طبعا اول ما عرفت بعد المباراه كلهم احتفلوا بيه، وكلنا مبسوطين ان حسين يكون موجود مع ميسي وكريستيانو وبيل طبعا يكونوا موجودين، يعني يكون موجود معاهم في النسخه الثالثه بالاهداف، حاجه طبعا تشرف النادي الاهلي وتشرف يعني الجاليه العربيه كلها، يعني احنا كلنا كنا فرحانين له بعد المباراه على طول.